بسم الله الرحمن الرحيم. أكاديمية ناصر لتعليم التنس الأرضي تحييكم. إن شاء الله النهارده في فيديو برضه طلب مننا من السادة الزملاء المدربين التنس الميني تنس. عاوزين إيه مواصفات المدرب الذي يستطيع أن يقوم بتدريب الميني تنس؟ الكلام ده خاص للناس البروفيشنال وخاص لمحبين التنس وخاص للي عنده ولد برضه عاوز يفهم إيه هو الميني تنس وخاص لجميع أفراد الشاغلين أو العاملين بمهنة التنس الأرضي. في احنا نقاط كتير جدا اولا مدرب الميني تنس بيبقى مدرب موهوب، يعني ذات صفه معينه بيشتغل، لان هو بيشتغل مع الاولاد ودول اطفال عامل يعني بنشبهها بمرحله التعليم الابتدائي. في التعليم الابتدائي اللي هو الاطفال او الحضانات القندره والحاجات دي بيبقى المدرس له مواصفات خاصه، كذلك المدرب عندنا مدرب الميني تنس له مواصفات خاصه لابد ان يقوم بها عشان يقدر يعلم ميني تنس او يقدر ينشا لعيب صغير من سن 5 سنوات ل 12 سنه بيبقى ليه مواصفات خاصه بيقوم بها. اول هذه المواصفات ان يعرف النمو الجسماني للطفل. لازم المدرب يبص للطفل ويشوف النمو الجسماني والعقلي والذهني والاجتماعي ويشوف النواحي العقليه وهكذا. الحاجه الثانيه ان يجعل الشرح بسيطا وقصيرا ويركز على النواحي العمليه اكثر من النواحي النظريه، يعني تملي يحرك المضرب معاه، تملي يشغله، تملي يجريه، تملي يديله الكوره، يبقى دي كلها حركات عمليه اكثر من يفضل يقول له كلام كلام كلام، لا يحاول يختصر في الكلام ويقصر من النواحي العمليه اليدويه التي تجعل الطفل يحاكي نفسه ويلعب كانه بيعمل فن ما يحسش ان هو بيتضرب. بنستخدم لغه مناسبه، الاطفال لها لغه مناسبه اثناء الشرح. يعني ما اطولش واستخدم اكسبريشن وكلمات صعبه جدا بحيث الولد اصلا مش عارف معناها، يبقى بنستخدم اللغه السهله اللي هي تقدر تنادي كل اللي يقدر تبقى سهله على الطفل. طيب ان يكون عطوف على الاطفال، لازم يكون عطوف ولازم يكون يظهر بالحنان الابوي. يبقى المدرب الميني تنس هو بيختص بحاجات ان يكون عطوفا للطفل ويظهر بالابويه دايما مع الاطفال. ينادي كل طفل باسمه، ما يحاولش يدلعه باي اسم اخر، ان الكل الطفل يعتز باسمه. ده مالي المدرب الميني تنس ينادي كل طفل باسمه، ان يتحلى بالصبر ويجب تعليم الاطفال الطاعه والنظام، دي برضه من ايد المدرب ان هو يخليه صبور دائما. ان يجعل التدريب نشيطا وسعيدا لكافه الاطفال، ليه؟ لان بيحسسه بان الموضوع مسلي وترفيهي ولعبه، يعني ما هوش خاص بالتدريب وتعقل، لا بيبقى فيه نوع من المرح بحيث ان الطفل يقبل على اللعبه ويخرج منها بطل باستمرار. اعطاء النصائح الفنيه دايما بعلم، ان المدرب اللي ما يعرفوش ما يقولوش، يعني التدريب على قدر الحاجه، ما يتكترش اكتر بكلام اكتر يتوه معاه الطفل، يبقى دايما بيتكلم في الايه؟ في المعلومه ويكون بسرعه. ما يحاولش ان يظهر اهتمام او تيجام الطفل على الطفل، ما يجاملش الطفل على حساب الطفل، يقول ده احسن منك، لا احنا ما عندناش في التنس كده. كله زي بعض، برافو جود اجين وعيد، يبقى انت بتحسس الطفل كله اصدقائك زي بعضينا وما فيش اي مشكله. ان تكون الاطفال دايما في الرياضه والتحدي السعيد، مميزات تتكلم عن الرياضه وحب الرياضه وان الرياضه جميله جدا ولازم تبقى لعيب كويس ولازم تبقى زي فلان وبتحب فلان، نادال لا اجيب لك فيدرر ايه رايك وهكذا. اذا بيديله الطموحات التي تجعل من الطفل ان هو يحب اللعبه، وان شاء الله نفسنا نشوف في مصر بطل من الميني تنس، ونحب ان احنا ندعم الميني تنس في جميع الملاعب وجميع النوادي. ونشكركم والى اللقاء.